السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله حضر معكم الدي كيك اسمه بالإنجليزي upside down pineapple cake بشرائح الأناناس والكرز. مكوناته بسيطة، تابعوا معي الطريقة وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. عندي تقريبا 60 غرام ديال الزبدة، غنضيف عليهم نص كاس ديال السكر، احسن يكون سكر اسمر ولكن انا ما عنديش. غنديرهم في القاع ديال الصينيه ديال الكيك. تقدروا ما ديروش ورق الزبدة، كاين انا درت احتياط. ندير الخليط هنا، هو في الاخر كيولي بحال الكراميل تاع الزبدة والسكر. وغندير حبات ديال الكرز. خلي هنا تنوجد الكيك. عندي هنا 100 غرام ديال الزبدة، يعني الكيك كامل فيه 160 غرام ديال الزبدة. ممكن نديرو الزيت في هاد المرحلة بدل الزبدة، ولكن ديك اللي درناه في الأول ضروري الزبدة. عندنا كاس مع مرش سكر، نخلطهم. عندي 3 بيضات صغار، ممكن ديروش بيضات كبار. ناخذ كميه من داك الماء ديال الاناناس نضيفها هنايا في الكيك. دابا نضيف الطحين، عندي كوب طحين، نضيف رشه ملح، وبيكنج باودر معلقه صغيره. الكيك في كوب ونص طحين. الخليط جاهز معايا، دابا نضيفه فوق الصينية. غندخل هاد الخليط للفرن ساخن. طاب، خرجته من الفرن، غادي نقلب هذاك في الطبق. بقى سخون من هنا، خرجت
اخر طالع منه. كنتمنى تجربوا هذا الكيك ويعجبكم. كيفاش تو مكوناته يعني بسيطه، المشكل ديالو زوين، ممكن نقدمه مع اتاي ومع قهوه. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا ديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.